السلام عليكم يا كابتن هاني. الله يخليك. عليكم السلام ابو علي يا فنان. ازيك يا كابتن هاني؟ وحشنا يا كابتن هاني. الله يخليك هاني الارازي. مسا طبعا يا حبيبي، والشرقيه كلها وبالبيت كلها يا حبيب قلبي. حبيبي تحياتي يا عم هاني، وعزائي لكل اسر الشهداء، ربنا يصبرهم ان شاء الله. هو رئيس الجمهوريه وزعيم الامه السيسي قال كلمتين محدش يقول بعده. طبعا محدش يقول بعده، خلاص محدش يقول بعده، الموضوع خلصان. يعملوا شويه الحركات الجيل شمال او يمين، الموضوع خلصان خلصان خلصان. خليهم يلبسوا في الحيط. تحت امرك يا عم هاني.